النهارده المصري اليوم، جريده المصري اليوم نشرت تحقيق مهم جدا وضحت فيه بقى بالتفصيل الاخطار على صحه المواطنين في حاله استخدام المواد الحافظه بشكل مفرط او بشكل زائد، خصوصا بقى وان المواد الحافظه دي بقت داخل يعني كل الاغذيه وبقت معموله بطعم بقى وشكل بيغري الناس كلها وبيخلي الاستغناء عنها مساله صعبه وبيحفظ الاكل لمده طويله، وبالتالي بقت مكون اساسي في كل الاطعمه المصنعه وفي كل المشروبات المعلبه. التقديرات منظمه الصحه العالميه، خليني اقول لحضراتكم، هي بتقول بقى ارقام تقلق شويه وتستاهل ان احنا نقف قدامها. حوالي 600 مليون حاله من الامراض المنقوله بالاغذيه سنويا هي ليها علاقه بالمواد الحافظه. في شخص من كل 10 اشخاص في العالم بيجي لهم امراض من المواد الحافظه كل سنه عشان الاغذيه الملوثه وغير الامنه وغير الصحيه دي. بيموت منهم قد ايه؟ بيموت منهم 420 الف شخص، من بين حتى بقى كمان الرقم دوت قد ايه كبير. المفزع اكتر انه من بين دول 125 الف طفل تحت سن الخمس سنين. مساله مفزعه يا حسام. طبعا، وخلينا اقول لكم كمان انه في زمن القلاقل الاقتصاديه بتزداد مخاطر تلك الاشياء. ليه بقى يا هبه؟ لانه انا قريت برضو انه طبعا الناس بتروح تجيب بدائل ارخص، فبتستخدم كمان مواد حافظه بتكون ارخص في الشكل، او وده في منتجات كتير عامه، فبالتالي كمان بتبقى الخطوره اكبر، لان هو عايز يوفر في زمن فيه ارتفاع في الاسعار او برضو قلاقل اقتصاديه معينه، فهو عايز يوفر فيجيب لك بقى اسوأ نوع من المواد الحافظه طالما هي بتدي اللون والطعم. خلاص مش مشكله، مش مهم ايه اللي يحصل للمستهلك. فدي قصة برضو لازم نتوقف عندها ونطلق تحذيرات، خاصة كمان ما يتعلق بالأطفال بقى، لأن هم كمان بيبقوا أكثر لجوءاً انبهارا بالشكل والطعم. أصعب أنك تمنعهم عن الأكل اللي بيحبوه أو الحاجات اللي هم مرتبطين بيها. طيب، إحنا معانا الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء. مساء الخير يا دكتور، وأهلا وسهلا بيك. أهلا، مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. دايما نسمع المواد الحافظه المواد الحافظه، لكن النهارده المعلومات اللي بتتقال دي والارقام اللي بتتقال دي بتخلي المساله بقى مش مساله عاديه ومجرد اكل غير صحي وخلاص، لا، المساله خطيره وبتهدد بوفاه الاطفال او يعني لا قدر الله حتى اصابتهم بامراض صعبه. فيا ريت حضرتك تلقي الضوء لينا على المساله دي عشان ما نستهونش بيها كلنا اولياء امور واهالي واسر. بص حضرتك، اولا يعني الملوثات اللي في الغذاء مش بالضروره ان هي مواد حافظه وتعدي النسب بتاعتها. الملوثات في الغذاء ممكن تكون ملوثات مكروبيه، ممكن تكون ملوثات كيماويه، ممكن تكون ملوثات من متبقيات العقاقير البيطريه اللي بتعطى للحيوان وبتسبب مقاومه للانتيبيوتيك لما احنا نحتاجه. واخيرا بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هي الاضافات الغذائيه. في اضافات غذائيه مسموح بيها ومسموح بيها بنسب، واحنا الحمد لله في هيئه سلامه الغذاء في خلال السنتين الاخرانيتين طلعنا القواعد اللازمه لحدود الملوثات المختلفه، سواء كانت مبيدات، سواء كانت كده، سواء كانت كده، سواء كده. يعني المبيدات والكيماويات والميكروبات وايضا الاضافات الغذائيه وايه هي اللي مسموح بيها ومسموح بيها النسب كام. يجي بقى نقطه مهمه جدا، مثلا لو حضرتك حبيت تشوفي مثلا بالنسبه للامراض المنقوله عن الغذاء الميكروبيه، بس في امريكا مثلا 48 مليون حاله في السنه، 3000 منهم بيموتوا. ياه، في امريكا 48 بس. مليون حاله سنويا للامراض الميكروبيه. ده غير بقى الباقي، غير بقيه الملوثات، انما دي اللي اترصدت يعني. بالنسبه لاوروبا 23 مليون حاله، عدد اللي بيموتوا 4600. هنا بقى مهم جدا ان احنا في كندا مثلا حاله لكل 8، يعني كل 8 تنفار عندهم حاله. بسبب ان غذاء ملوث في حاجه معينه. مهم جدا بقى ان احنا نبقى عارفين عدد الحالات اللي عندنا والمشكله جايه منين بالظبط. انا هنا بكلمك على الجزء التشريعي والمعلومات اللي المفروض يكون متوفر. نيجي الى، لو حضرتك سالتيني دلوقتي ايه اكبر مشكله بتقابل هيئه سلامه الغذاء في مصر، هقول لك ثقافه تداول الغذاء.
ثقافة تناول الغذاء. تداول الغذاء. تداول الغذاء بمعنى ايه بقى يا فندم؟ تداول الغذاء دي يعني اطرافها ثلاث تنفار او ثلاث جهات، اطرافها المستهلك واطرافها الرقابة واطرافها القطاع الخاص والتصنيع. مستهلك، رقابة، قطاع خاص، نفهم بقى من حضرتك. دول الثلاث اطراف بتوع المثلث اللي بنشتغل عليه. بالنسبة للجزء الرقابي، في خلال السنوات الأخيرة الحكومة عملت تطوير وفقا لجهة الدستور، الدستور في المادة 79 بتقول أن الدولة مسؤولة عن صحة الغذاء. فصحة الغذاء معناه أن هو مش غذاء ملوث ومتزن ويكفي إلى المواطن. فراحت منفذة هذا وعملت هيئة لسلامة الغذاء عشان تضمن سلامة الغذاء، جزء من المنظومة الثلاثة دي. كويس؟ بس في جزء من منظومة مش رسمي، حضرتك عارف احنا عندنا خبرة طويلة برضو بمصانع بير السلم وغيره. انا هجيلك بقى الطرف الثاني. الطرف الثاني هنا، الثاني هنا اللي هو الرقابة بقى. لا ما خلق مش الرقابة، اللي هو المصنعين والمنتجين وخلافه. دول بقى اللي بيحكم عليهم اساسا المستهلك. يعني المستهلك اللي بيروح ياخد عيش محطوط على الارض ولحمه متعلقه في الحيطه، هنا بقى مهما تقول لي ان في رقابه، في تشريعات، في قوانين، في معامل، يعني انت المستهلك هو رايح يعمل كده، يعني هو بنفسه شايف الحاجه ملوثه وبياخدها. تقصد حاجه تقول انه لازم يكون في وعي عند الناس برضو بيستخدموا ايه وبياخدوا ايه بالضبط يا فندم. يعني هنا لازم هنا المستهلك يبقى ليه دور. لو المستهلك فاهم هنا، ممكن حاجه بقى تقولي من ناحيه ثانيه، طب مين المسؤول عن ثقافة المستهلك؟ طيب؟ هقول لك كلنا، حضرتك هو مسؤولة. طبعا. حضرتك النهاردة وانت بتتكلمي في الإعلام في حاجة زي ديت، فحضرتك بتقومي بدورك كمسؤولة انك انت بتفهمي المستهلك. ايوه. النهاردة لما اجي اقارن ما بين بالصفة خاصة الأمهات، لأن انا بركز على الأمهات جدا يعني. لما اركز عن الأمهات الحديثة والأمهات اللي احنا تعودنا عليهم زمان، هنلاقي ان في خلاف كبير جدا. النهارده الامهات الحديثه النهارده بتعتمد اكتر على الاكل الجاهز، الاكل الجاهز والوجبات السريعه والحاجات اللي بتتحمر، فهي بتبص عليك نور. فهنا بقى في الحته دي 100%، يعني انا راجل وانا في سني ده، انا ما اخدش اي غذاء ممكن اعمله في البيت، انا ما اخدوش من الخارج. النهارده لما احنا بنتكلم، وبعدين الكريتيريا اللي بيعتمدوا عليها ان الغذاء طعمه حلو ولا لا. مفهوم طبعا، اللي هم مش قادرين اكتر من انه يعني امن او مفيد، هو أيوة. يعني الطعم ده ياكل وخلاص. ان الطعم، لا وبعدين الطعم، ما المشكله هنا بقى ان الطعم ده كمان ممكن يكون طعم كيماوي اساسا. يعني هديك مثال صغير، في ثلاث انواع من العصائر والثلاثه مسموح بيهم في كل دول العالم. في عصير طبيعي 100% ما فيهوش اي حاجه غير المنتج الفاكهه ده، والعصير ده بنسميه عصير طبيعي 100% وبيبقى مبصر زي اللبن المبصر. يعني بنجيب لبن طالع من الحيوانات ونبصره ونعبيه ونبيعه للناس، بنمسك العصير نعصره ونبصره ونبيعه للناس، ده عصير طبيعي 100%. في عصير ثاني نسبه من العصير الطبيعي والباقي ميه بسكر. في عصير ثالث بقى ما فيهوش عصير اصلا، هو كله كيمياء. مفهوم. بالطعم فهنا يعني ازاي يعني انا ممكن اشربه مره، لكن يبقى هو ده المشروب اللي انا بديه لابني كل يوم وانا متخيل. بس طب انا اميز ازاي؟ ما انا اميز ازاي؟ اعرف ازاي انه ده مكتوب عليه يا فندم في مكسبات طعم ولون رائحه مضره يعني برضه مكتوب عليه عصير نكتارين، عصير طبيعي، هو مكتوب عليه. طب خليني اسال حضرتك برضو، انتوا بتاخدوا عينات طبعا من الاطعمه المختلفه عشان تقدروا برضو ايه يعني نحقق الضلع الاساسي طبعاً من المعادله برضو. قول لي حضرتك برضو ايه اللي مثلا لقيتوا انه في مشكله واخدتوا اجراء ضده، نتعرف كده على الجهد اللي انتوا بتقوموا بيه. بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا بصفه مستمره بناخد عينات
واي يعني منتج غذائي بنجد فيه نسبه من المتلوث اللي هي زادت عن الحد لو كان بالنسبه للاضافات او كانت ملوثه بسبب ملوثات الغذاء اللي هي الكيمياء او الميكروبيولوجي او غيره، بيتم اعدام الغذاء فورا ويتم تحويل الموضوع للنيابه لاتخاذ قرار ضد المنشاه. وطبعا في حالات لاول مره في مصر سمعنا عليها ان احنا عملنا ريكورد، يعني احنا عملنا سحب لمنتج غذائي كان موجود في السوق، وكان المنتج ده مكون من حاجتين، مكون من كيس فيه ماده غذائيه ومعاها فليفر، يعني معاها النكهه طعم او نكهه. الطعم ده كان فيه مبيدات اعلى من المسموح بيها، سحبناها من السوق وسحبنا الاثنين، ورغم ان المنتج الثاني اللي ما كانش اللي فيه النكهه اعدمنا الاثنين بكميات ضخمه جدا وتم استدعاء. فهنا دي كلها حاجات جديده على المجتمع، اللي لسه مانيش شايفه ان هو جديد عن المجتمع، ما زال انا شايف ان المستهلك يعني في وسط البلد، في وسط الداون تاون بتاع القاهره، ثبت محطوط على الارض وعليه عيش، مش معقول، يعني مش ممكن، انا مش قادر اتصور يعني ازاي في اهم شوارع القاهره ثبت محطوط عليه عيش والناس بتشتري منه ازاي، يعني ازاي اشتري عيش والعربيات رايحه جايه والعازم بتاع العربيات عمال يطلع على الحاجات. هنا المستهلك لازم يبقى عنده ابريشيشن للحاجه اللي معرضه للتلوث وهو يبتعد عنها. هنا خدي بالك بقى من حاجه، يعني انا ممكن ما يكونش معايا فلوس اشتري رجل فرخه، وممكن يبقى معايا فلوس اشتري فرخه على بعضها، وممكن يبقى معايا فلوس اكتر اشتري صدر الفرخه بس. في الثلاث حالات لازم تكون غير ملوثه. مفهوم. بصرف النظر هنا على النوعيه والجوده. الجوده موضوع اخر، انما السلامه مع الهيلث ساكرفايس، ما نقدرش ان احنا نتنازل عن سلامه الغذاء، لكن ممكن نتنازل عن الجوده، لان الجوده او الطعم بتكون. يعني يعني الجوده جزء منها الطعم. لو خدت الذبيحه مثلا، يعني الرقبه ليها ثمن والفليتو ليها ثمن وبيت الكلاوي ليها ثمن، انما كل اللحمه لازم تبقى مش ملوثه طبعا. مفهوم. السلامه معجوزه واقعد 10 ساعات اطبخ فيها، لكن ما تبقاش ملوثه. طب اذا كانت هي متعلقه في الشارع يبقى ازاي ما تكونش ملوثه بقى؟ مفهوم. وضحت النقطة. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.